السلام عليكم، يا مساء الخير والجمال على كل متابعين أكلنا بالمصري. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوتة من أحلى وألذ وأغلى بسكوتات العيد، وهي بسكوتة السابليه، من الحاجات اللي آخر شياكة، شياكة في الشكل وشياكة في الطعم. النهاردة هنعملها في البيت بثلاث مكونات بس، واحنا بنحضر العجينة هنشوف امتى نحط إضافات وامتى ما نحطش عشان العجينة تطلع معانا مظبوطة. هنعرف تفاصيل التسوية وكمان هنزينها بالشكل الجميل ده، هتطلع معاكي بسكوتة اخر شياكة، يعني مش طعم لذيذ بس، لا شكل جميل كمان. كل التفاصيل هتلاقيها في الفيديو، اوعي تفوتي اي ثانية. ويلا بينا نبدأ ونشوف مع بعض المقادير بالكوباية وبالجرام، ونسمي الله ونصلي على الرسول. ولو انت بتشوفيني لاول مرة، انا هويدا محمود، ويلا نبدأ في المقادير. معايا 750 جرام من الدقيق، تقدري تستخدمي دقيق لكل الاغراض. لو عيناه بالكوباية يعمل 4 كوبايات من نفس الكوباية اللي هتشوفيها دي. معايا 500 جرام من الزبدة، تقدري تستخدمي برضو اي نوع زبدة. سبتها فكت شوية، بعد كده عايرتها في الكوباية عشان لو ما عندكيش ميزان توزني بالجرام تقدري تعرفي بالكوباية. يعني 4 كوبايات دقيق، 2 كوباات وربع زبدة، و2 كوباية سكر بودرة بالوزن 250 جرام. يعني 750 جرام دقيق، 500 جرام زبدة، 250 جرام سكر بودرة. علشان نحضر العجينة دي يعني هنحضرها بطريقة سهلة قوي، هنحط السكر على الدقيق ونقلبهم مع بعض، بعد كده ننزل بالزبدة. طريقة ما فيش لا أسهل ولا أسرع من كده. لو عندك عجان هتحطي المكونات كلها في العجان وتقلبيها 4 5 دقايق، بعد كده هتكون تمام معاكي مظبوطة جدا. طيب ما عندناش عجان، يعني انا النهارده هعجنها بايدي، علشان لو انت ما عندكيش عجان وما عندكيش ميزان تقدري تعملي البسكوتة الجميلة دي بشكل سهل قوي وسريع. هنقلب السكر والدقيق مع بعض، بعد كده ننزل بالزبده. طيب الزبده مش هينفع نستخدمها وهي جامده، يعني لازم نستخدمها وهي فكه كده، تضغطي عليها كده تعلم، بس تكون ساقعه. يعني ممكن تسيبيها تفك كده لحد ما تبقاش مجمده، يعني بعد كده تكون ساقعه في التلاجة دقيقتين ثلاثه. تمام. طيب هننزل بالزبده ونبتدي نقلب بايدينا تقليب بسيط. بسكوتة السابليه من الحاجات اللي يعني رقيقه قوي وعايزه تتعامل بشياكه، فاحنا هنعملها معاملة برقة، فنقلبها كده تقليب بسيط لحد ما نلم العجينة. طيب احنا كده عجناها بايدينا ولمينا العجينة، امتى نعرف ان هي مظبوطة وامتى نعرف ان هي محتاجة اضافة تانية؟ زي ما انتوا شايفين كده، احنا كل اللي استخدمناه 3 مكونات بس، دقيق وسكر وزبدة، ودي المقادير الاصلية لعجينة السابليه اللي هي مقادير فرنساوي. طيب السابليه الفرنسي ده في تعديلات عليه، في بعض الناس بتحط بيضة كاملة، في بعض الناس بتحط صفار بس، في بعض الناس بتحط بياض بيض بس. في الحقيقة انا جربت ان انا اعملها ب3 مكونات بس، وجربت بياض البيض والاتنين ادوني نتيجة ممتازة. فامتى بقى نحط بياض بيض او نحط اي اضافة تانية؟ اول ما نلاقي العجينة مفرولة شوية، او لما نيجي نختبرها تبقى مشققة معانا. المهم بعد ما نقلب كده تقليب كويس، مش عايزين نلت ونعجن، هي بتتلم بس كده مش بتتعجن. تمام. طب لمينا العجينة وحسينا ان هي مفرولة قوي، نكمل تقليب. على فكرة لو انت حسيتي ان هي مفرولة قوي ومرملة قوي لسه، كملي تقليب شوية كمان، هتلاقيها اتجمعت معاكي كده وتماسكت شوية. طب خلاص احنا كده عجننا كويس او قلبناها كويس قوي ولسه برضو فيها تشققات، يبقى في الوقت ده عايزين نحط لها اضافة، ويفضل ان انت تحطي بياض بيضة، لان الصفار بيخلي العجينة فيها نعومة زايدة، انما بياض البيض بيديها قرمشة كده بسيطة. وعجينة السابليه من الحاجات اللي لما بنيجي نجيبها من بره بتكون مقرمشة سنة. هنا انا بختبرها، فبعد ما قلبتها كويس خدت حتة كده من العجينة وكورتها، ضغطت عليها لقيتها مشققة. طيب يبقى هي كده محتاجة اضافة، فانا هحط لها بياض بيض، بيضه واحده بس. تمام. تقدري تحطي بياض البيض لو العجينه لسه فيها تشققات او مفروله شويه، مش بتتلم معاكي لما تيجي تشكليها كده، مش بتتلم معاكي. طب انت من غير بياض البيضه وانت بتقلبي ال3 مكونات مع بعض ولقيتيها مظبوطه، وجيتي كورتيها في ايدك وضغطتي عليها لقيتيها حلوه وناعمه وما فيهاش تشققات، يبقى كده مظبوطه قوي وشكلي وما تحطيش اي اضافات. انما هنا انا حطيت، لان زي ما انتوا عارفين نوع الدقيق ساعات بيختلف. السنه اللي فاتت لما جيت حضرتها نفس المقادير دي احتاجت لبياض بيضتين، انما السنه دي انا احتجت بياض بيضه واحده، وممكن ما احتاجش خالص. فانت هتختبري العجينه، لقيتيها تمام ما تحطيش بياض بيض ولا اي حاجه، ساعتها تقدري تشكلي على طول. لكن لو ضفتي بياض بيضه
او بياض بيضتين، يبقى العجينة دي دخليها التلاجة 4 5 دقايق، بعد كده ابتدي شكليها. بنجيب كيسين مفرودين بالشكل ده، بنحطهم على الرخامة، واحد من تحت وبنحط العجينة وواحد من فوق، ونبتدي نفردها. هتفرديها بالسمك اللي انت عايزاه، عايزاها بسكوتة يعني وسط شوية، هتحط تعمليها مثلا 1 سنتي او 1.5 سنتي، عايزاها بسكوتة تخينة شوية ممكن تعمليها 2 سنتي اللي هو الارتفاع بتاعها. طيب كده انا فردتها خلاص. بنجيب القطاعات بقى والاشكال اللي احنا نقطع بيها، سواء شكل قلب، وردة، شكل مربع، اي فورمة احنا عايزينها بنقطعها. بعد كده المفروض ان احنا بنشيل الزيادات ونطلع الشكل اللي احنا حضرناه. الحكاية دي ممكن تخليها يعني تعذبك شوية، فاحنا عايزين نشيلها من مكانها بشكل بسيط قوي. فانا اللي بعمله ايه، باخد العجينة دي كلها كده زي ما هي بعد ما قطعتها على صينية، يعني بشد الكيس ده كده وبحطه على صينية وبدخله التلاجة 2 3 دقايق بس، وساعات بحطها في الفريزر علشان تجمد معايا بسرعة. انا حطيت العجينة دي في التلاجة، وهنشوف دلوقتي هتطلع شكلها عامل ازاي. وهنا جبت قوالب الطرط الصغيرة، المقطع ده للأسف وانا بحط العجينة في القالب بتاع الطرط اتحذف. انا بكور العجينة كرة صغيرة خالص وبحطها في القالب وببتدي افردها بالشكل ده. بعد كده بنعمل لها نغزات كده بسن الشوكة علشان العجينة ما تنتفخش كده في الفرن، وبحط قوالب الطرط على الصينية وبدخلها الفرن على طول. هنشوف مع بعض دلوقتي تفاصيل التسوية. بس جبت العجينة اللي انا كنت حطها في الفريزر على طول. بص، مجرد ما بشيل الحرف والزيادة بتطلع شكل البسكوتة اللي انا مقطعاها متماسكة كده ومش بتغلبني خالص وانا بشيلها من مكانها. انما انت لو شلتيها على طول والعجينة طرية، بتكون طبعا العجينة دي فيها تلزيقة شوية، فممكن تغلبك على ما تطلعيها. فحطيها 2 3 دقايق في الفريزر او في التلاجة زي ما تحبي، وشيليها تتشال كده كل قطعة معاكي بكل سهولة. طيب شيلناها هنحطها في الصينية، الصينية مش مدهونة او الصاج مش مدهون حاجة خالص. بعد كده بندخل الصينية فرن سابق التسخين، ولازم الفرن يكون مشغلينه من قبلها بفترة كافية. بنظبطه على 170 درجة او 180، لو الفرن عندك هادي قوي اظبطيه على 180. الفرن عندك مظبوط يعني درجة الحرارة بتاعته مظبوطة، اظبطيه على 170. البسكوتة الحلوة دي بتقعد من 10 دقايق ل 15 دقيقة. يعني هنعمل ايه؟ يعني هندخل الصينية الفرن ونتابعها بعينينا، بعد 10 دقايق هنشوفها هنلاقيها اخدت لون ذهبي جميل كده، يبقى خلاص هي كده استوت. لسه ما اخدتش اللون الذهبي، نسيبها شوية كمان مش هيحصل لها اي حاجة. المهم تخلي بالك علشان ما تاخدش تسوية زيادة قوي. هنا انا طلعت قوالب الطارت ودي قعدت معايا 15 دقيقة، لان البسكوتة زي ما انتم شايفين في القوالب يعني عالية سن. بسيبها لما تبرد خالص، بعد كده بقلبها كده من القالب بتطلع على طول، يعني بتحطي ايدك كده على الحرف وتزقيها، خلاص العجينة بتنزل كلها بالشكل ده. ده شكل الصينية التانية بعد ما طلعتها من الفرن، مستوية تسوية ممتازة. والصينية دي قعدت معايا 12 دقيقة لان البسكوتة هنا رقيقة مش تخينة زي قوالب الطرد. تمام. طيب سبت البسكوت كله يبرد، الكمية دي كلها عملت لي صاجين كبار وعملت لي صينية الطرد، وفضل العجينة صغيرة في الاخر كده. فضيت كام قالب من بتوع الطرد وزودتهم حوالي 5 6 قوالب صغيرين من قوالب الطرد، كمية حلوة قوي قوي ب 750 جرام من الدقيق. هنبتدي بقى بعد ما البسكوتة بردت نشكلها او نزينها. فبجيب الشوكولاتة، عندك النوتيلا تقدري ان انت تزيني بيها، عندك صوصات صوص كراميل تقدري تعملي كل حاجة. المربى بتخليها طرية شوية، فممكن تحطي مربى لو انت عايزة. تمام. طيب هنا بقى احنا هنلزق كل قطعتين مع بعض. لو البسكوتة انت وانت بتقطعيها كانت عالية معاكي وفيها سماكة كده، ممكن ما تعمليش الخطوة دي، يا دوبك تغلفيها من بره بصوص الشوكولاتة وخلاص على كده. فهنا انا لزقتهم كلهم، كل 2 لزقتهم في بعض، عملت كمية بالشوكولاتة الغامقة وكمية بالشوكولاتة البيضة. وهنا هبتدي ان انا اغلفها بصوص الشوكولاتة. معايا هنا قالب شوكولاتة اللي هي شوكولاتة سما 200 جرام، حطيتها في الطبق، حطيت معاها 2 3 معالق من الزيت، وحطيتها على حمام مية لحد ما الشوكولاتة ساحت بالشكل ده. ببتدي بقى اجيبها واغلف البسكوتة بالشوكولاتة بالطريقة دي. كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب اي نوع مكسرات عندنا او اي نوع من انواع الفارماسيل، اي لون يعني، لان في الوان كتيرة. ممكن عندك مكسرات مجروشة، ممكن عندك مكسرات سليمة. لو انت عندك اي صوصات تقدري تزيني بيها.
طيب ما عندكيش مكسرات وعايزه تزيني البسكوتات بالشوكولاته بس، يبقى هتعملي الوان عكس بعض، بعد ما نغلفها بالشوكولاته اللي بالكاكاو بعد كده تعملي خطوط فوقيها بالشوكولاته البيضه. يعني طرق التزيين بسيطه قوي قوي زي ما انت عايزه. انا بعد ما غلفت كل البسكوت بالشوكولاته حطيت عندي هنا فستق مجروش، وحطيت واحده من الفستق السليم، شكلها كان جميل جدا جدا وطلعت اخر شيكه بجد. كده مش فاضل غير قوالب الطرت، ودول انا هزينهم بشكل تاني. يعني مفيش داعي ان احنا نغلفهم بالشوكولاته، هما عايزين يتحط عليهم روزيتات كده من جناش الشوكولاته اللي هي بالكاكاو او الشوكولاته البيضه. لو عندك مربى الحليب تقدري برضو حطيها في كيس الحلواني وتشكلي. عملت طبعا كميه بالشوكولاته البيضه زي ما شفتوا، وهنا معايا الطارت. انا عندي جناش الشوكولاته كنت محضراه قبل كده وحطاه في التلاجة، فحطيته في كيس الحلواني وبدات اعمل روزيتات كده باشكال مختلفه. عملت شكل ورده صغيره، وفي اشكال تانية كنت بضغط الفورمه في النص وبلف البسكوته، كانت بتديني شكل حلو قوي. ولو انت ما عندكيش جناش الشوكولاته وعايزه تحضريه بشكل سهل كده وسريع، كل اللي هتعمليه ان انت تجيبي نص كوبايه حليب، نص كوبايه لبن يعني، وتحطيها في حله صغيره وعليها نص كوبايه من بودره الكريم شانتيه الخام ومعلقتين سكر، وتسخنيهم يعني قلبيهم مع بعض الاول، بعد كده سخنيهم على النار، بعد كده تحطي معاهم 4 قوالب او 6 قوالب من الشوكولاته الخام، وتبتدي تقلبي تقلبي، هيبقى عندك جناش كده يعني زي ما نقول ايه خفيف شويه. سيبيه يبرد، بعد كده دخليه التلاجة، هتلاقيه بالقوام ده. لو حطيتيه في كيس الحلواني هيتشكل معاكي ويبقى عامل الروزيتات دي او الفورمة بالشكل ده. وده الشكل اللي انا عملته، كنت بحط الفورمة في نص البسكوتة كده والف البسكوتة من تحت، كانت بتديني شكل جميل قوي. الطريقة سهلة قوي بسيطة زي ما شفتوا. وفي الاخر حطيت صوص الشوكولاتة في كيس حلواني وعملت خطوط على البسكوتات الباقية. لو انت عايزة تعملي مقدار بسيط قوي لبسكوتة السابلية، تقدري تستخدمي 300 جرام من الدقيق، 200 جرام من الزبدة، 100 جرام من السكر، وهي نفس المقادير، وهتديكي نتيجة ممتازة. البسكوتة دي غالية قوي بره، هنعملها في البيت مش هتكلفنا كتير وهتطلع بالجمال ده. واظن شفتوا طريقة التزيين بسيطة جدا جدا.